السلام عليكم أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، جدا مشترك علمي. بزاف ديال التلاميذ منكم صيفطوا ليا تايهين، ما عارفينش بالضبط شنو كيتحط في الفرض، علاش يركزوا في هذا التسجيل. بإذن الله ما غاديش نجاوب لكم على، كاين بزاف ديال لي زيكزامبل اللي غادي نحطهم لكم ديال الفروض، ولكن هذا التسجيل ما غاديش نحط لكم الأجوبة، غادي نقول لكم شنو كيتحط في الفرض بالضبط، وعلاش تركزوا فني تكونوا كتراجعوا من الاس في تي. داكو، اول حاجه الفرد كيتكون من جوج ديال لي بارتي. لا بارتي الاولى هي لا ريستيتيوشن دي كونيسونس، هذه ديال استرداد المعارف. هاد لا بارتي هذه كتكون عليها خمسة ديال النقط. فهاد لا بارتي كيتحطوا تعاريف. داكو، تعاريف غالبا ما كيكون تعريف واحد ولا جوج ديال التعاريف. لا فيديو ديال التعاريف راه ديجا حطيتو لكم، غتلقاوه فيه كاع التعاريف اللي ممكن يتحطوا لكم فهاد لابارتي هادي، فهاد الدرس الاول ديال لا سورتي ايكولوجيك. داكو، هادي التعاريف كتكون نقطه حتى جوج ديال النقط. ندوزو لا كيسيون اللي كيكون مورا التعريف. كاين اساتذه كيحطوا تعريف، كاين اساتذه دوطخ ما كيحطوش التعريف. انا شخصيا كنحط تعريف للتلاميذ ديالي. بوغ لا كيسيون اللي كتحط عاود في لا انستيتيوشن دي كونيسونس، كتحط لا بوزيسيون لا بروبوزيسيون باردون ديال كوشي لا او لي بروبوزيسيون اكزاكت pour chaque question suivant. يعني كيقول لك هنايا حدد ما بين هاد لي بروبوزيسيون شنو هو الاقتراح الصحيح. كو مثلا هنا عندي بزاف ديال الاقتراحات، كل اقتراح شنو هو البروبوزيسيون الصحيح. كيف ما قلت لكم غنخدم معكم بزاف ديال لي زيكزامبل، انا ما غنجاوبش، غادي غير نقول لكم شنو كيتحط في الفرض بالضبط. داكو، كاين كذلك ريبوندي بار فو او فو، يعني كيكونوا عندكم دي بروبوزيسيون كتقراهم بحال هكا بهذا الشكل هذا لي بروبوزيسيون، و تيقول لك فغي او فو قدامها كتكتب فغي او فو اسي دو سويت بحال هكا. كاين عاود اسئله اخرين بهذا الشكل هذا، مثلا اوردوني البروبوزيسيون، يعني كتعطي الترتيب ديال بيان سور تكنيك دو كادغيلاج، لي زيتاب ديال لا تكنيك دو كادغيلاج، عطينك هما ما مرتبينش وانت كترتبهم ليهم. داكو، وكذلك كاضافه ممكن هنايا يتعطى تعطى ديك لا بارتي اللي فيها كتعطى لي ديفيرونت سترات، كيعطيك لي سترات الرسم ديال لي سترات. داكو، وانت كتقول كل سترات كتسمي، تيقول لك ليجوندي. داكو، كل سترات كتسمي سترات اربوريسون ارفيستيف ميسينال انسي دو سويت. هنا لا ديفينيسيون ديجا بالنسبه للناس اللي وصلوا، حيت كاين اللي كيدار الدرس الاول ودار الدرس الثاني واحد الجزء منه. داكو، انا بالنسبه لي انا التلميذ ديالي غير الدرس الاول فقط. هنايا لا ديفينيسيون غالبا ما كيكون قلنا ديفينيسيون، واضح. هاد لا بارتي الاولى عليها خمسة ديال النقط باش نكونوا واضحين فيها. كيف ما قلت ديفينيسيون، راه حطيت لي ديفينيسيون اللي ممكن تحطوا في فيديو، اللي ما شافهمش يشوفهم. كاين كذلك قلنا ريبوندي بار فو فري او فو. داكو، كاين كذلك اختار من الاجابه التاليه الاجابه الصحيحه. وكذلك كاين نوع ديال الاسئله اللي كيقول لك كيعطيوك لي سترات، الانواع ديال لي سترات كيقول لك ليجوندي كل سترات شنو سميتو. فوالا، هذه لا بارتي الاولى، غنوريكم بالضبط شنو كيتحط في الفرد. ما غاديش نجاوب على هذا، غنحط لكم دي زيكزامبل. لا بارتي الثانيه ديال الريزونمون سيانتيفيك. داكو، كيتكون عليه 15 نقطه. 15 نقطه غالبا بالنسبه للتمرين الاول غالبا كيتحط عليه 10 نقط. داكو، فيه الحساب. بالنسبه انا كنهضر على الناس اللي داروا غير الدرس الاول، عندهم الدرس الاول الفرد، فيه الحساب. بحال هاد التمرين راه حطيتو ديجا كيفاش تحسب فريكونس لانديس دو فريكونس لان دونسيتي ريلاتيف، هادشي كله راني حطيتو هنا. كيقول لك غالبا اول حاجه كيقول لك احسب لا فريكونس، كالكول لا فريكونس دو شاك اسبيس، كيكون عندك بليزيوغ دي اسبيس كيقول لك احسب تردد، ديتيرميني لانديس دو فريكونس. لانديس دو فريكونس راه تيكون كيكون عندكم جدول، كيتعطى لكم جدول كيقول لك حدد لانديس دو فريكونس. داكو، تراسي ليستوغرام، دائما ليستوغرام الى كورف دو فريكونس، ارسم مدراج ومنحنى التردد كو بوتون ديدوير. راه جاوبت على هاد التمرين ديجا، جاوبت عليه هذا في التمرين، كيكون عليه 10 ديال النقط، حاول انك تضبطو ما امكن. وكاين تمارين اخرى كيطلبوا منك الحساب ديال لا دونسيتي، لا دونسيتي غولاتيف ديجا حسبت معكم في تمرين اخر بهذا الشكل هذا. وكاين تمرين عاود اخر اللي كيتحط بهذا الشكل هذا،
فيه لا سيرفاس دي غولفي او متر كاري و نومبر دي زيسبيس. يعني هنايا كنهضروا على تكنيك دو كادغيلاج. كي تحط التمرين تاعني غالبا تيكون عليه خمسه النقط فيه لا تكنيك دو كادغيلاج. لا تكنيك دو كادغيلاج كيعطيوكم هذا الجدول تيقول لك ترانسفورمي لي ريزولطا اوبتوني دون لو طابلو سي دو سي اون بيان سور غراف. يعني غنحاولوا اننا هاد لي ريزولطا اللي عندي نحولهم على شكل منحنى. غادي نخدم معكم، مازال ما خدمتش معكم حل هاد التمرين، غنوريكم كيفاش نقدروا اننا نحولوا هاد لو طابلو الغرافيك واحد المنحنى. السؤال الاخر كيقول لك ديكري لو غراف اوبتوني، يعني اناليزي ولا صف هذاك المنحنى اللي خرج لي. في الاخير ديتيرميني لي غولفي. لي غولفي قلت لكم هي المساحه الدنيا. اون فوا كيبان لك هاد النومبر دي سبيس كيتعاود هنا 70 70 اول واحد فاش تعاود اول نومبر دي سبيس اول مساحه دونك لي هنايا هي 16 صافي. لير مينيمال هي 16 وديجا عطيتكم في لي ديفينيسيون لير مينيمال. هادشي اللي تيتحط في الفرض. الا بغيتو دي زيكزيرسيس ما عنديش مشكل، وبلا كوريكسيون قولوها ليا ودخلوا عندي لاباج ديالي لاباج فيسبوك. غادي نحط لكم في صندوق الوصف ونحط لكم تمارين ومعاهم لا كوريكسيون ديالهم. وحد موافق هذا كاجابه على واحد التلميذ قال لي عفاك استاذه انا تيه وما عرفش بالضبط شنو كيتحط في الفرض. فوالا شنو كيتحط في الفرض. وحد موفق لجميع التلاميذ.